اسمي سعد حمد صالح العبده، موظف في قسم الاطفاء والانقاذ، تابع للملاحه الجويه للهيئه العامه للطيران المدني مطار حمد الدولي. تعينت عارس عمل قبل 14 سنه بوظيفه راجل الاطفاء، وفضل الله عز وجل تدرجت في العمل بعدة دورات داخلية وخارجية، من ضمن الدورات هذه في بريطانيا، ولحد ما وصلت فضل الله عز وجل الآن ضابط وردي. قسم الإطفاء والإنقاذ التابع للهيئة العامة للطيران المدني، ويوجد بالقسم عدة وحدات، منها وحدة التدريب، ويشرف قسم التدريب على تنمية مهارات أي شخص اللي يشغل وظيفة رجل الإطفاء. وكذلك لدينا قسم العمليات، ومن مهام قسم العمليات الاستجابة إلى حوادث الطائرات أو المباني أو الإسعافات. وهدفنا أولا وأخيرا بهذه الأقسام هو الحفاظ على الأرواح والممتلكة. اسمي رضا راشد مري، ضابط عمليات في إطفائية مطار حمد الدولي. حاليا إحنا في غرفة المراقبة لقسم الإطفاء والإنقاذ. غرفة المراقبة هي حبل الوصل بين برج المراقبة ومبنى المطار في البلاغات، ومن خلالها يتم توصيل البلاغ لضابط الوردية أو ضابط العمليات. حمد فاير. Attention, full emergency, full emergency. Qatari 657, right engine fire. Aircraft on short final, landing on runway 34 right. POV 157. All fire devices proceed to their standby points.